الحقني يا حسام، غدا ماتت يا حسام، غدا ماتت يا حسام. ماتت يعني؟ الدكتور بيقول ان في شبهه جنائيه، لكن مش هنقدر نتاكد الا بعد التشريح. غدا اتقتلت يا حسين. لا قسم ورا الكنبه. ايه رايك في الكلام ده احسن بيه؟ ما اعرفش يا فندم. تفتكر مين ممكن يكون له مصلحه في قتلها؟ ما عنديش اجابه سيادتك. استنى بقى، عندي. هي مفيش غيرها. ما تنطق. انت اقول ايه؟ تقول ان النصابه بتاعتك اللي انت هربتها هي اللي عملت في اختي كده. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ ما هربتهاش سيادتك. لا هربتها. انا غدا بتقول لي كل حاجه. هربتها وهربت منك. ما حصلش يا فندم. مسكينه طبعا اعصابها بايظه فبتقول اي كلام. كذاب يا حسام. انت عارف كويس قوي ان الحيوانه دي هي اللي عملت في اختي كده. بس طبعا لازم تداري عليها. امال ايه؟ حامل في ابنك؟ خرفي بتقولي ايه يا هند؟ ما حصلش يا فندم. انا كنت جاي اتعشى مع غاده عادي. كان زماني مت معاها لو كنت اكلت معاها. وبعدين شوف حضرتك موبايلي اهو. كلمتني هي وكانت بتقول لي ان النور قطع. وبعدين قفلت ولا تكلمني تاني وما اتكلمتش. ايوه صح يا باشا، ايوه صح. النور كان مقطوع يا باشا. مدام غاده الله يرحمها ندقت عليا، وانا اما طلعت لقيت البوكس العمومي بتاع الكهرباء السكينه بتاعته مفصول. السكينة المفصولة دي بره الشقة؟ أيوة باشا، العلبة هناك أهي، وأنا صلحتها بنفسي. ده كمان يا باشا كان نور السلم ومدخل العمارة مقطوعين، وبقيت العمارة كلها فيها نور. هو إيه يا فندم؟ في حضرتك بتبص لي كده ليه؟ أكن أنا اللي قتلتها. حضرتك كنت عندي في المكتب وكانت غدا موجودة. إهدى يا حسام بيه. لسه بنقول يا هادي. لسه في تقرير طبي هيثبت إنها ماتت مسمومة. الموضوع مش محتاج تقرير. نفس موتة عمر. فرغتوا الكاميرات اللي بره؟ ايوه يا فندم. شوف حضرتك كده. بنسبة كبيرة هي اللي لابسة النقاب دي. ولا أنت يا حسام بيه عندك رأي تاني؟ لا يا فندم، هي. أنا لو أعرف مكانها بلغ أنا، زي ما عملت المرة اللي فاتت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتأخرت ليه؟ أنا قلت إنك مش جاية. لا مش جاية إزاي بقى؟ مش أنا قلت لك أنا مش هسيبك إلا لما تطمني على سناء؟ أنا كنت عند المحامي وكان عندي كده كام مشوار. والمحامي قال لك إيه يا بنتي؟ إن شاء الله هيحضر معاها الجلسة الجاية. طمني بقى. الحمد لله. ايه ده كله يا بنتي؟ ايه ده كله؟ لسه شفتي حاجة؟ شوفي الجلابية الحلوة دي. كل ده؟ وجبت لك الشال ده؟ ايه ده كله يا بنتي؟ ايه ده كله؟ ده من خيرك وخير سناء. بنتك لها جميل عمري ما هنساها. حبيبتي. وجبت لك الموبايل ده اللي سناء راحت تشتريهولك واتقبض عليها في 200 جنيه المزورة. ما تفكرينيش يا بنتي، ما تفكرينيش. والله ما كنت عايزة منها حاجة، والله ما كنت عايزة منها حاجة. معلش، كنت عايزة أجيب لك الموبايل ده عشان تطمن عليكي وهي شقيانة. بصي بقى، أنا حطيت لك فيه كارت، كمان يوم ولا اتنين كده هبعت الرقم لسناء وأخليها تكلمك. بجد؟ بجد هكلمها؟ أيوه. يا حبيبتي يا بنتي، روحي يا شيخ، ربنا يسترك، ربنا يسترها معاكي الدنيا وآخرة. وجبت لك بقى شويه فاكهه هنا وخضار كده خليهم في البيت كمان. طبعا. وعشا، احنا هنقعد نتعشى مع بعض. بقول لك ايه، الحاجات اللي جبتيها دي كلها جبتي فلوسها منين؟ من عند ربنا ونعمة بالله يا بنتي. يعني فلوس حلال؟ حلال يا حاجه، دي فلوس امي واختي الله يرحمهم. ربنا يسعدك يا بنتي، ربنا يسعدك. طب عن اذنك يا حاجه هرد بس على التليفون. طيب يا بنتي.
الحمد لله. الو ميدو معايا ولا النمره غلط؟ ياه اخيرا اتصلتي عليا يا حب. طب وحياتك انت قلبي قال لي ان انت. وانت يا منيل ما كنتش عارف ترد عليا الا لما اجي هنا. هنا فين؟ هو انت كتبوا لك خروج للدنيا يا بت ولا ايه؟ انت لسه في الدرويله اللي انت فيها ولا خرجتي منها؟ ما تفهميني انا كده مش فاهمان. قول لي الاول هو كلب البرك حمه فين؟ انت معايا ولا خلعت؟